عاودوا نسمعوه واش قال. رئيس الوزراء قال بأنه سيتم الاستماع إليه في شهادة أو ستتم محاكمته. أظن بأن العدالة قد فصلت وبتت في الأمر. ربما لا أدري إن طلبت العدالة ذلك، لما لا، ولكن لحد الآن لا. الأدلة ليست لا سياسية ولا مرتبطة ببعض الأوامر. هذا ما قاله رؤساء الوزراء بأن الأوامر تنبثق عنه، ولكن تنفيذ الأوامر يمكن أن أصدر أوامر، ولكن المنفذون يمكن أن يبرر لبوتفليقة ويقول أنه ممكن لبوتفليقة يصدر أوامر أو هو يصدر أوامر مثلا، وأن المنفذون ما ينفذوش الأوامر. طيب علينا نعطي لك حوالي 5 أو 6 تهم فقط لبوتفليقة، مع أني نستطيع أن أذكر له أكثر من 70 تهمة، لكن خلينا نعطي لك فقط مجموعة من التهم اللي المفروض أن عبد العزيز بوتفليقة يسجن ويحاكم ويعدم بسببها، لأنها خيانة للوطن. عبد العزيز بوتفليقة هو الذي فتح الأجواء للطائرات الأمريكية، طائرات CIA، وهناك دليل فضح في ويكيليكس عندما تقول مسؤولة أو عندما يقول اللي كان يسمى آنذاك وزير الدفاع المنتدب جنايزية، يقول لمسؤولة في المخابرات الأمريكية إننا فتحنا لكم الأجواء وإنكم تتجسسون أو إنكم تلتقطون صور على كل التراب الجزائري، ولكنكم ما تعطوناش الصور، نحن نريد على الأقل جزء من الصور، إنكم تصورون كل التراب الجزائري. هذه المفروض يعدم عليها عبد العزيز بوتفليقة باسم الخيانة، خيانة الشعب الجزائري وخيانة الوطن وخيانة الدولة. هو ومن معه مش وحده بالمناسبة، مجموعة من الجنرالات كانوا معه، بما فيهم اللي عينته فريق أول بن علي بن علي، في ضربة أخرى لقوانينكم أنتم، قانون 2006 اللي يحمي القانون المستخدمين العسكريين ما فيش كلمة فريق أول، لا يوجد، لا توجد رتبة قانونية تسمى فريق أول. ولمن؟ لشخص فاشل فاجر عمره 86 سنة، مستواه ما يلحقش حتى سنة رابعة، سنة ثانية وزيادة عليها ابتدائي، منتهي، ومع ذلك يبقى في السلطة وفي فريق أول، في حين يطرد ويرمى ضباط عمرهم 30 40 50 سنة، وأحيانا عقداء أو عمداء في الخمسينات أو في الأربعينات يطردون. تهمة أخرى لعبد العزيز بوتفليقة على سبيل المثال هو أنه فتح الأجواء للطائرات الفرنسية سون ليميتي سون كونديسيون، كما قال يومها فابيوس. مش فقط الأجواء، رمطلع مامرة يعترف لنفس فرونت 24 اللي أنت تفتخر بها واللي كنت فرحان جدا أنهم جاوك، يقول لهم قدمنا كل الخدمات والمساعدات لفرنسا، لم نرسل فقط جنود باللباس العسكري، قدمنا مخابرات، لوجيستيك، دعم، مازوت، غازوال، كيروزان، كل شيء قدمناه للاستعمار الفرنسي في مالي والنيجر، خاصة في مالي. تهمة ثالثة، لو كان هناك عدل أو كان هناك قانون، وهو أن بوتفليقة أصلا جاء بالتزوير في أفريل 1999 وانسحب 6 كانوا متنافسين معاه، جاء بالتزوير كما جئت أنت بالتزوير، بصح أنت وضعك أسوأ لأن أنت الشعب كان خارج بالملايين ضد تبون المزور جابوه العسكر. تهمة رابعة لبوتفليقة
هو أنه آمر هو واللي كانوا معاه ويحيى وهو والتوفيق وابن فليس وزرهوني ومسؤول المخابرات ومسؤول الداخلية ومسؤول الدرك، أمروا بقتل 126 شاب من شباب منطقة القبائل وجرح الآلاف منهم، والمنطقة تحولت إلى فوضى عارمة. هذه تؤدي إلى إعدام بوتفليقة 126 مرة على الأقل. خامسا، بوتفليقة ومن معاه تآمروا على الشعوب التي كانت تنتفض، وأول زيارة قام بها السيسي بعد أن قتل المصريين في الساحات العامة وأسقط أول نظام مدني بعد سنة من الحكم، كانت زيارة السيسي للجزائر. لماذا؟ لأن العصابة أعطته ملايير الدولارات، أعطته الغاز تقريبا بدون مال ودعم إعلامي ودعم دبلوماسي. كل هذا كان يؤدي إلى إعدام بوتفليقة. أنا أعطيت الخمسة فقط، وممكن أسترسل ولا أتوقف، نجيب لك قانون المصالحة الكاذب، قانون الوئام الأكذب، الأموال، حداد وطحكوت وعلمي وكل وبن حمادي، الأموال اللي نهبت من الشعب الجزائري، الأموال التي بعثرت، مليار و400 مليون دولار شريت بها ذمم دول لأحد الأسباب، وقضايا أخرى تطول. يدافع على بوتفليقة، طبعا بوتفليقة لأنه باختصار بسيط هو اللي أعطاك منصب وزير سكن، لعبت في السكن كما تريد وكما ترغب، وبعثرت الشقق والمال، وما زال كاين اللي عندهم 20 سنة يستناو في عدل ما سكنوش، وكاين اللي سكنوا راهم ساكنين في أماكن تاع خرابة يعني، وكاين اللي الحيوط راهم يخافوا لطيح عليهم، وكاين اللي راهي تفتت لهم الكارلاج، وكاين اللي راهي تفتت لهم كل شيء. وعلى قول الكذوب الآخر أو يحيى، عندهم كلاو الأجانب من الجزائر خاصة في قطاع السكن، لما خرجتوا أهنتوه بطريقة نهار موت أخوه، أشار لك رمالك حجرة فقط صغيرة باش يقول لك أنا فين نقدر نرد عليك.